أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنتكلم في الفقرة دي في اقتصاديات الأسرة المصرية. يمكن موضوع مش بيثار كتير بالشكل الأكاديمي ده، لكن احنا عايزين نبص له برضو من وجهة نظر أكاديمية وناخد نصايح وناخد يعني نذاكر تاريخ ونذاكر وضع قائم. مشرفانا النهاردة دكتور أماني فوزي، الخبير الاقتصادي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا وسهلا بيكي، أهلا بحضرتك. منورونا. موضوع ان يعني اقتصادات الاسره المصريه ده موضوع يعني اكاديمي كده بس، ولا ممكن يعني نستفيد بيه على الجانب العملي؟ لا طبعا، ده موضوع من واقع الحياة اللي احنا عايشينها جدا. ما هو اقتصاد الأسرة أو اقتصاديات الأسرة بمعنى مستوى معيشة الأسرة أو مدى قدرتها على إشباع احتياجاتها من خلال الموارد المالية المتاحة للأسرة دي. ما هو اقتصاد الأسرة زي اقتصاد الدولة مثلا، بس ما هي الأسرة دي واحدة مصغرة زي الدولة، ليها برضو نفقات أو بنود احتياجات وأهداف، وليها موارد مالية بتدار زي الدولة بالضبط. يعني الموضوع ممكن يتقسم كده ويبقى ماشي مدروس، ما يبقاش اللي هو مثلا مرتب بيجي بيتصرف وخلاص. طبعا، زي مثلا ما الاسره ليها بنود انفاق معينه، يعني مثلا لو حطوا ميزانيه هيصرفوا قد ايه من الموارد الماليه المتاحه للاسره دي، هتبقى بتعمل ميزانيه كانها بالضبط زي على مستوى الدوله بس مستوى مصغر. يعني مثلا الاسره سنويا ولا حتى شهريا مفروض عارفه بتصرف قد ايه، ده حتى في الاحصاءات الرسميه عندها رصد لواقع الاسره ده وقد ايه بتنفقه. فمثلا بنود انفاقها زي الطعام والشراب، التعليم، الرعاية الصحية، الترفيه، الاتصالات، كل دي بنود الدولة كمان رصدت الأسرة في المتوسط بتصرف قد إيه. أول بند مثلا المرتبة الأولى طبعا بالنسبة لكل الأسر سواء بقى في ريف أو في حضر، الإنفاق على الطعام والشراب من 64 ل 66% من إنفاق الأسرة سنويا على الطعام والشراب. بيجي بعد كده مثلا الرعاية الصحية حوالي 9% من إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية، ده زيارة طبيب بقى، أدوية، من دخل الأسرة نفسها. من إجمالي اللي بتنفقه سنويا الأسرة بتنفق النسبة دي. التعليم مثلا بيجي بعد كده بتصرف حوالي 4.6%، دي كلها إحصاءات رسمية من واقع تطبيق ميداني على الأسر فعلا في مصر، ريف وحضر وحصر شامل. يعني طيب ندخل على قطاع تاني زي مثلا السكن، بيتصرف عليه قد السكن ايه؟ ومستلزماته، كمان الاتصالات ده بند من بنود انفاق الاسره بتصرف برضو عليه حوالي 2.5%، يعني 555 جنيه مثلا سنويا الفرد. الفرد ده ممكن قطاع جديد، يعني فكرة الاتصالات دي ما كانتش كده من مؤخرا فترة. فعلا هي زادت اهميتها كمان بعد الاحداث السياسيه والثوره وكده، فبقى قطاع الاتصالات ده مهم جدا والاسره فعلا بتصرف عليه نسبه لا باس بها يعني من انفاقها. طب اقتصادات الأسرة المصرية زمان ودلوقتي الموضوع اختلف في ايه؟ بحكم ان اقتصاد حضرتك، انا عارف حضرتك الاسره يعني شغالة على أرض الواقع ومن فترة طويلة. اقتصاد الأسرة زي اقتصاد الدولة بالظبط، بيتأثر بالأحداث أو التحولات والتغيرات السياسية الاقتصادية اللي بتحصل في الدولة. يعني مثلا في أحداث الثورات اللي فاتت دي في تغيرات حصلت غيرت أو أعادت هيكلة المجتمع المصري، ده أثر طبعا على الأسرة جدا، على اقتصادها أو على بنود إنفاقها، مصادر دخلها اتأثرت، مستوى التشغيل ومعدلات البطالة في الأسرة كمان اتأثرت. بعد ما كان لو بنرصد بقى من الثمانينات للالفينات ل 2015 16، بعد ما كانت بتصرف اجمالي معين على كل البنود اللي قلناها دي، مع طبعا التطورات اللي حصلت وزياده عجز موازنه الدوله، وبالتالي الدوله خدت اجراءات عشان تقلل الكلام ده، تقلل العجز، تقلل نفقاتها، تاخد فلوس فقللت من الدعم، الأسرة بقى. قللت الدعم، صح؟ مش ده اللي حصل دلوقتي؟ بالظبط. الدعم ده بقى على الطاقة، على اللي هي الكهرباء وغاز طبيعي. الأسرة اقتصادها اتأثر جدا، ما هي دلوقتي البنود دي بقت تصرف عليها أكتر ما كانت بتصرفه الأول. طب الأسرة المفروض بعد ما تأثرت بالشكل ده يعني تتصرف ازاي؟ المفروض بقى إن يبقى في تخطيط مالي، تخطيط مالي أو وضع ميزانية للأسرة. وما ينفعش نقول على فكرة نضع يعني نموذج ثابت لميزانية موحدة لكل الأسر تعمل إيه، مفيش الكلام ده، كل أسرة بتختلف حسب بعض الخصائص زي مثلا عدد أفرادها، مستويات السن أو فئات العمرية في الأسرة قد إيه، المستوى التعليمي والثقافي والمستوى الاجتماعي للأسرة، مصدر دخلها أو مستوى الدخل، مستوى المعيشة للأسرة. فمش هينفع نقول ميزانية ثابتة الأسرة هتحط نسب كام وكام وكام لكل بند من البنود دي.
بس ممكن الأسرة تستفيد بقى من الموارد المتاحة، الموارد المالية والموارد البشرية المتاحة في الأسرة، أو أفرادها عندهم قدرات وإمكانيات ممكن تستغلها. ممكن يلجأوا لمراكز تدريب مثلا على حرف يدوية، على مشغولات يدوية، الحاجات اللي بنشوفها تقصدي ان دلوقتي. دي ممكن تكون حلول في ظل مثلا وضع اقتصادي مثلا زي ما تقولي في ارتفاع في اسعار وكلام ده كله، ممكن الاسره بقى ترجع يعني تشتغل على فكره المشروعات الصغيره. ممكن، ما هو ده استغلال الطاقات والامكانيات بتاعت افرادها. ازاي مثلا ممكن المراه اللي في الاسره هتعمل مشروع صغير او متناهي الصغر. متناهي الصغر ده ما بيحتاجش عماله كبيره، ما بيحتاجش راس مال كبير، مش محتاج مكان كبير، يعني هي ممكن تشتغل من البيت، مش محتاج خبره ولا مهارات تعليميه ولا حاجه، هو بس حد عنده قدرات او مهارات معينه، بيعرف يعمل وجبات مثلا جاهزه بقى، والحاجات اللي بنشوفها فعلا دلوقتي، مشغولات، حاجات يدويه، حد يعرف يتعلم مثلا حرفه يدويه ويبقى بيفيد الناس اللي حواليه، هيبدا مثلا بالقرايب والصحاب والجيران ومقابل، يعني ده شغله وهياخد عليه مقابل عادي جدا، ده كده مشروع متناهي الصغر. المفروض بقى الدوله او حتى المجتمع المدني كمان يأيدوا او يدعموا قوي المشروعات دي. الائتمان، حتى كمان الائتمان يتجه اكتر لتشجيع المشروعات دي، هي مشروعات مش بتكلف الدولة حاجة، والمفروض كمان ان هي اساس للمشروعات الكبيرة، يعني كتير قوي في 90% من المشروعات الكبيرة بتعتمد على مواد اولية او منتجات في صورة اولية بتنتجها مشروعات صغيرة متوسطة متناهية الصغر. طب ده هيبقى حل يعني هنقدر من خلاله زي ما بتقولي كده نرفع اقتصاديات الأسرة نفسها تقدر تتعامل مع الموضوع صح، ولا برضو ما هيقولك يعني هشتغل ايه وهعمل ايه ولسه هنفكر وكلام زي كده؟ ده حل من الحلول، يعني حاجة واردة جدا، كل الناس اكيد قدراتهم وامكانياتهم مختلفة، يعني حد عنده حاجة مش عند حد تاني يستغلها. كمان مش هنقعد نقول برضو هي الأسرة بس اللي هتعمل، طب ما هو الدولة كمان في آليات للنهوض بأوضاع الأسرة وتحسين وضعها الاقتصادي، زي مثلا انها تشجع الاستثمارات، توفير بيئة عمل مناسبة، بيئة الاعمال المناسبة للمستثمرين اللي هيوفروا فرص عمل لائقة لافراد الاسر دي. كمان ممكن توفر القروض للقروض ميسرة جدا للمشروعات متناهية الصغر دي، هي مش محتاجة رأس مال كبير، بس اكيد محتاجة رأس مال الى حد ما تبدأ بيه، ممكن ما يبقاش متاح لافراد الاسرة يعني. بس ده هيبقى يعني لو اتكلمنا على مستوى الدولة يبقى لسه شوية أجل بقى عقبال ما طويل يتم يعني. يعني الحل والبت في المواضيع. ممكن الأسرة بقى في خلال ده زي ما حضرتك بتقولي إن احنا نتجه للمشروعات الصغيرة، ده هيبقى حل قائم واقعي كلام زي كده. ده حل من الحلول، بس ما هو لازم الدولة يبقى في تكامل بين الإجراءات والسياسات اللي هتبقى من الدولة والأسرة كمان هتقدر تعمل إيه، يعني مش بس الأسرة هتتصرف لوحدها، يعني بالتكامل مع الدولة، وده هيبقى مصدر دخل للأسر وبالتالي هتوفر فرص عمل لائقة لنفسها. طب قولي لي حضرتك بالنسبة للحاجات اللي احنا قلنا الاحتياجات الأساسية لكل أسرة زي ما قلنا الصحة والسكن والأكل والغذاء وخلافه وأكل وشرب وكله ده، ممكن الأسرة دلوقتي في ظل الظروف دي ترتبها إزاي؟ هو المفروض الاول الاسر يعني او ربة المنزل بقى المفروض ان هي بتضع تخطيط مالي للاسره، ميزانيه. الميزانيه على فكره مش معناها انها تتقشف ومش هتصرف، لا، الميزانيه دي انها هتوازن بطريقه سليمه او رشيده بين مواردها الماليه المتاحه والاحتياجات بقى والبنود الانفاق دي. انت مع فكرة الكتابة طيب وان ايوه احنا لازم يعني مثلا هتحدد نسبة، هي عارفة كل شهر الميزانية دي على فكرة بتبقى في فترة زمنية محددة، يبقى بتحط نفسها فترة ميزانية للأسبوع أو ميزانية للشهر، لازم تحددها بفترة زمنية، إن كل بند من البنود دي هتحدد له نسبة معينة هتصرفها عليه ما تتخطاهاش، وهترتبها الحاجات المهمة جدا الأهم فالمهم يعني. ولو في هدف مالي، دايما الأسرة بيبقى عندها هدف مالي، مثلا إنها عايزين يشتروا حاجة، جهاز كمبيوتر، عايزين يشتروا شقة، عايزين يبقى في دايما ده هدف اسمه مالي. الهدف المالي. ركزوا يا جماعة حلو المصطلح ده. يعني كل أسرة أكيد عندها هدف مالي، صح؟ مش طول الوقت عندنا طموح، ده احنا عايزين نشتري ايه وكده، فالمفروض ان هي الهدف المالي ده لو ما تحققش دلوقتي على حساب، يعني في حاجات تانية أهم، بنود تانية في ظل التضخم اللي احنا فيه، يعني ارتفاع مستمر ومتزايد في مستوى عامل الأسعار، معلش هيجي على حساب الهدف المالي ده شوية.
يعني فلو ممكن نأخر الهدف المالي شوية، ننحيه شوية. تشبع الأول البنود المهمة، طعام وشراب وإيجار ومسكن بمستلزماته والرعاية الصحية والحاجات دي، وبعدين تبدأ طب وثم، ما هو برضه هيلاقي ان حتى لو شال الهدف المالي هيلاقي برضه هو في حاجة يعني مثلا المرأة برضو هي المسؤولة عن إدارة الموارد المالية حلو، للأسرة، يعني الست او المرأة المصرية هي اللي ليها تركز. دور، يعني ممكن تعمل كذا حاجة. حتى في بنود الإنفاق دي هي هترشدها في ترشيد الغذاء مثلا، لو هنمسك بند بند ترشيد الغذاء، الناس هتقول مش هياكلوا مش معقول، بس فعلا في حاجات استفزازية مش هتتعمل، في استهلاك غير رشيد او هو إسراف. بطريقه او هو غير رشيد، يعني مثلا نزعه استهلاكيه غلط جدا، اللي هي ايه، في حاجات مستفزه جدا او مش هتستخدمها فعلا ما تجيبهاش. دايما تبقى كاتبه قائمه مثلا بالمنتجات الغذائيه اللي عايزه تشتريها، ما تنزلش تشتري كده، لان طبيعي ان اي حد مش حاطط في باله او مش كاتب هو عايز ايه هيتوسع جدا. طيب نكمل في النصايح دي، بس نطلع لفاصل قصير جدا ونكمل، خليكم معانا مشاهدين. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن نصايح في مجال بند الغذاء للأسرة، ايه اللي ممكن تتحكم فيه او ترشده ازاي، وعايزين نكمل مع الدكتور ممكن بند ايه تاني برضو نرشد فيه او يبقى الاستخدام فيه بشكل صح. هو في حاجه كمان في بند الغذاء، يعني في حاجات كتير قوي تحت البند ده ممكن المراه بقى في البيت تعرف ترشدها. ممكن زي تدور على بدائل للعناصر الغذائيه اللي قيمتها عاليه في منتجات معينه ببدائل تانية اقل في الثمن وفيها نفس القيمه يعني الغذائيه، مثلا لو بروتين مثلا زي بدل ما البيض يبقى واللحمه على فكره مثلا، مش ده بروتين، والفرق بينهم فظيع في الاسعار، وهكذا. يعني هتبقى حاجات كده هتلاقي بتدي، هي بس مطلوب منها تبقى عارفه او عندها درجه من الوعي باحتياجات افراد اسرتها حسب مستويات السن او فئات السن، الاطفال محتاجين عناصر غذائيه قد ايه، لو عندها شباب هيبقوا محتاجين ايه العناصر الغذائيه اللي محتاجينها، فهتبقى في عمليه احلال للعناصر اللي سعرها غالي جدا بحاجات تانية فيها نفس القيمه الغذائيه بس بسعر اقل مثلا. وبرضه هتبقى يعني فكرة المقاطعة دي حلوة، ان احنا نقاطع مثلا سلعة معينة هي غالية، هيأثر على سعرها. فهو هي غصب عنه هيروح منزل سعرها او سعرها هيتراجع. بس طيب في ايه تاني ممكن، يعني مثلا مجال الصحة مثلا بند العلاج، طبعا الناس هتقول طب وهنرشد في العلاج ازاي، دي حاجة أساسية جدا يعني ما دي بقى ينفعش ضرورة. بقى. لا بس مثلا في حاجات لو هي متبعة في الأسرة هتقلل او هتقينا بقى من التكاليف اللي هنتحملها في العلاج او زيارة الطبيب اللي هي والأدوية. الوقاية بقى. الوقاية مثلا، الاهتمام بالنظافة العامة، الاهتمام او معرفة العناصر الغذائية اللي محتاجها افراد الأسرة، وبالتالي مش هيبقى فيه سوء تغذية، مش هيبقى فيه امراض خاصة بالميكروبات ولا اي حاجة تحتاج يعني بند الرعاية الصحية ده تنفق عليه اكتر من كده. يعني هي الوقاية دايما هتبقى اسهل وارخص بكتير قوي من فكرة ان انت هتدخل في مرحلة مرض زيارة وعلاج طبيب وأدوية، فده شكل من أشكال ترشيد. وهكذا كل البنود على فكرة تقدر برضو تمام. ترشد فيها جدا، بند المتعلقات الشخصية أو المشتريات الشخصية ممكن عادي تقللها جدا كهدف من الأهداف المالية، ممكن تأجله مش مهم، هو مش حاجة أساسية زي الأكل والشرب يعني. طب ده على المطلق يعني هتفضل كده على طول، ولا يعني برضه الأسرة ممكن تقول لك يعني هتخلونا نرشد على مجال الغذاء ومجال الصحة ومجال المتعلقات وخلافه، هنفضل قاعدين كده على طول، يسموها حالة تقشف كده ولا؟ هو بس في حالة أو يعني في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وعجز الموازنة العامة للدولة، فخلاص هو ده الوضع ودي الأسعار، ارتفاع مستوى التضخم دلوقتي، زيادة مستمرة وسريعة في الأسعار، فمعلش ده تأقلم وتكيف شوية مع الوضع، وغالبا بعد كده إن شاء الله الأجور تزيد مثلا، يعني تبقى علاج للموضوع، إن يعني شاء الله الترشيد هو الحل. إن شاء الله. بنشكر حضرتك، شرفتينا ونورتينا، شكرا جزيلا.